وفي أبيان نظم اتحاد نساء اليمن بمحافظة أبيان دورة تدريبية لمقدمي الخدمات في مجال العنف القائم على النوع الاجتماعي ضمن مشروع تحسين الوصول إلى خدمات الصحة الأساسية والنفسية والدعم النفسي الاجتماعي للمجتمعات المتأثرة من النزاعات بالمحافظة. وتلقى المشاركون خلال فترة الدورة التدريبية معارف ومعلومات حول العنف القائم على النوع الاجتماعي، كما تعرفوا على موقف منظمة أطباء العالم من العنف القائم على النوع الاجتماعي وكيفية الوقاية منه. الهدف من هذا التدريب هو تحسين مستوى العاملين الصحيين ومقدمين الخدمات وكيفية الوصول إلى الخدمة بدعم من MDM هو أطباء العالم. هذه الورشة قامت في محافظة أبيان لكل من مديرية خنفر وزنجبار، المرافق الصحية اللي هي في حلمة والروة والحصن وعمودية أيضا، وإن شاء الله أن تحقق الدورة خلال 3 أيام الأهداف المرجوة منها، وأن يستفيد المشاركين من هذا التدريب ويتحسن مستوى أدائهم وعملهم في المرافق الصحية المستهدفة. وشكرا. نظرا لزيادة عدد الحالات العنف في المناطق في مديريتي زنجبار وخنفر، وقيمة هذه الدورة كاحتياج للمراكز الصحية التي بدورها تعزز من تحسين وصول الخدمات سواء كانت نفسية وصحية والدعم النفسي الاجتماعي، وتدريب المشاركين على كيفية إحالة تلك الحالات والإحالة إلى مقدمي الخدمات ووصولهم إلى الخدمات المتاحة لهم.